معانا النهارده ضيوف من نوع خاص، بنت قدرت تكون قد التحدي واختارت عالم رياضي ذكوري وقررت اقتحامه بنجاح. حبها لزوجها نجحها كمان فيه لدرجه ان هي اصبحت اول سيده على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي تكون حكم دولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وده كان بتشجيع من زوجها اللي بيمتهن اللعبة وهو بطل ومدرب فيها وأول حكم مصري محترف على مستوى العالم. معانا النهاردة في استوديو انتي كابتن مرام سعيد، أول سيدة حكم دولي على مستوى مصر والوطن العربي وأفريقيا في كمال الأجسام واللياقة البدنية، وزوجها كابتن محمد محسن المدرب والحكم الدولي للمحترفين في كمال الأجسام. أهلا بيكم معانا. أهلا بحضراتكم. ما بنخافش على فكرة. لا على فكرة، فكرة خاطئة جدا جدا إن لاعب كمال الأجسام بيخوف. لا هو ما بيخوفش، أنا ما بخوفش خالص. ده أكتر شخص رقيق وكويس وابن حلال والله العظيم. انت داخل علينا كلنا تعبنا اصلا. منورنا. اهلا بيكي يا مرام. اهلا بيكي يا محمد. وخليني ابدا بيكي يا مرام. اولا وانت داخله كده قلت ما شاء الله فيمنن قوي، يعني منين تحكيم في كمال الاجسام؟ يعني انا شايفه يعني قمر ما شاء الله شيك دي وبنوته خالص خالص، يعني انا تخيلت ان حد هيبقى داخل عليا زي محمد كده. عضلات لقيت حاجه ثانيه. مبدئيا عرفينا بنفسك، عرفي مشاهدتنا ومشاهدينا بنفسك، وعرفينا ايه اللي خلاكي تحولتي من مجال الاعلام زي ما قلتي للمجال اللي انت فيه دلوقتي. هو انا مرام سعيد، انا شغاله في مجالي الاساسي طبعا هو المجال الاعلامي، قعدت فيه 17 سنه في خدمه بقى اللي هي الحالات الانسانيه والشكاوي وخلافه يعني كتير، وفي نفس الوقت صحفيه في العديد من الصحف وليا صفحات متخصصه. طبعا كان شغلي وحياتي الاول بعيد خالص تماما عن كمال الاجسام، حياتي شكاوي حالات انسانيه مرأة حاجات زي كده زينا يعني، اللي هي الحياه الطبيعيه بتاعتنا. لما تعرفت على محمد ما كنتش عارف ان هو اصلا بطل في كمال الاجسام، ما كانش ساعتها بيجهز وما كانش بيتمرن. فوجئت وانا ما كنتش بحب اللعبه دي خالص، كنت بشوفها في التلفزيون وانا بقلب بشوف الابطال واقفين على المسرح فما فهمش ايه اللي هم بيعملوه، يعني لابسين مايوهات ودهنين جسمهم بني كده ما اعرفش ان هم دهنينه. فبعد كده فوجئت ان هو بطل في اللعبه وبطل العالم كمان. ابتديت بقى اللي انا احبها، اكتشفت ان هي لعبه جميله جدا جدا جدا. وخلال بقى متابعتي ليه طبعا واهتمامي باللعبه بدانا ان احنا ندعم بعض شويه، فعملت انا وهو اول صفحه مختصه لكمال الاجسام في الوطن العربي في جريده ورقيه. من هنا بقى بدا اهتمامي باللعبه اكتر، بدات ان احنا طبعا من خلال لقاءات مع اللعيبه ومعرفه اخبار الاتحاد اللي هو طبعا برئاسه الدكتور عادل فهيم، اللي انا حقيقي بشكره على دعمه ليا، يعني خليني طبعا لازم يدعمك يعني اول امراه تعمل حدث زي ده. بس فابتديت بقى ان انا اهتم واهتم بمحمد وبدانا اللي احنا مشوار سوا. انا كمان بدا ان انا اكتشفت عنده الموهبه الصحفيه فتبادلنا المجالات. انت عارفه يا مرام ان الواحد لما بيحب حد الناس بتبحث على بعض بالزبط. يعني حتى بيروا مع الوقت بقوا شبه بعض. اوليه ما ايوه دول من صفات بعض، حتى الشكل تلاقي ايه ده دول بقوا شكل بعض قوي. ده اتقالت لنا اتقالت لنا كتير جدا على ان انتوا بقيتوا شبه بعض. معلش يا عم محمد خلي بالك انت في استوديو انت. ايوه بالظبط لسه هقول لك. دخيل علينا دخيل يا مي. اولا في الاخر هتبقى انت. بالظبط. اولا يا استاذ محمد انا حابه اشكرك واحييك فعلا لان انت نموذج للرجل اللي بيدعم زوجته وبيخليها تنجح وتكبر في المجال اللي هي بتحبه، دي حاجة كويسة جدا. وحباك توجه رسالة كمان لكل الرجالة اللي بيتفرجوا علينا النهاردة ان دي حاجة كويسة، ان احنا كنا لسه بنتكلم على نموذج في البداية في بداية الحلقة على الرجالة اللي هم عكس اللي بيعملوا كده، يشوفوا مراتهم بتحب ايه ونفسها تعمل ايه ونفسها تحقق ايه ويخلوها تحبط وتبطل الحاجة اللي هي بتحبها وتعملها. هو الموضوع بيبقى من ثقة الرجل نفسه في نفسه هو شخصيا. بالظبط انت جبت من الاخر. يعني صح. من غير ما نقعد نتكلم كتير انت واثق في نفسك فانت هتدعم زوجتك وهي هتدعمك في اي مجال انتوا شايفين ان انتوا توصلوا له فيه. هي في الاخر
انت انسان عايش في الحياه ديت وبعدين الناس هتفتكرك بس اوكي، فهي ما تفتكرك، تفتكرك بحاجه انت حققتها فعلا وانت عملتها فعلا تمام. فليه لا، ليه هي مش حابه تعمل، حابه تعمل حاجه معينه ليه امنحها طالما هي الحاجه مش غلط؟ خلاص مفيش مشكله خالص. وانت نجاحها من نجاحك على فكره. يعني انا لما بلاقي مرام ناجحه في حاجه معينه تمام انا بفتخر بيها، ببقى فخور، وهي كذلك نفس الكلام. فالحته ديت هي دي النقطه اللي بتبقى، بس الراجل اللي بيبقى كده بيبقى ممكن هو مش عامل حاجه في حياته، فبيشوف ان نجاح زوجته دي حاجه تنقص منه يعني، وهي العكس. صح، هي ما تعملش كده. احنا حاسين ان احنا بنكمل بعض. يعني انا شفت فرحه محمد لما انا ابتديت ان انا ادخل بقى في مجال التحكيم. هو اول يعني مبدئيا هو في الاول اللي دخل مجال التحكيم في الاول. بعد ما كان بطل و انا قصتي كده احكيها. فدخل انا شفت بقى. بس انت يا مرام اللي اقترحتي عليه ان انت حابه تدخلي المجال ده، ولا هو اللي قال لك ايه رايك يا مرام لو تدخلي المجال ده؟ لا، هو الموضوع جه بشكل تاني خالص. لما هو اخذ التحكيم ابتديت اللي انا اشوفه هو بيحاكم في البطولات، ولما يكون قاعد كمان في البيت يبتدي ان هو يشغل بطولات. يعني هو الطبيعي مثلا حد بيبقى قاعد ده بيتفرج على فيلم، بيتفرج على حاجه، هو بيتفرج على بطولات. فبيقعد يتفرج عليهم، فانا بتفرج اقول له هو ده المفروض ياخد الاول، ده الثاني، فيقول لي ليه، فابتدي ان انا اتناقش معاه. فلا، ان انا عندي موهبه التحكيم. خلي بالك هي برضو مثال للست الجميله، مش اللي بتعكنن على جوزها كل ما يجي يعمل حاجه هو بيحبها. ايوه انت يعني مثلا اللي هو المسلسل بتاعي، لا انا مش عايزه اتفرج على الماتش، لا انا عايزه وتسيب البلاي ستيشن دي واقعد معايا. لا، هي شاركته الحاجه اللي هو بيحبها وبقت متحمسه ليها، اكيد من حبك فيه، مش من حبك في التحكيم. لا لا، انا ما كنتش بحبها ابتديت لاني ما كنتش فاهماها. ابتديت اللي انا اتحول الحب بتاعي ده كله زي ما حضراتكم قلتوا في المقدمه، حبي اهتماماته الكره. بالظبط، ده حقيقي. وهو كمان يعني هو كمان حب المجال بتاعي، ابتدى يعني انا دلوقتي الاول ما كانش عندي حد كتير اخد رايه لما اجي اكتب مثلا تحقيق مقاله او حاجه. دلوقتي اقول له محمد انت قريت، فيبتدي يتناقش معايا. احيانا بيتخانق معايا فيقول لي لا انت المفروض تعملي كذا، المفروض تكتبي كذا. فهو كمان ياخد رايي، يقول لي مرام حصل كذا، ايه رايك في اللعبه بتاعته؟ عارفه يا مرام، فبقى في مشاركه، ده اللي احنا بنتكلم عنه، المشاركه والتفاهم والحب، يعني بيساعد الواحد انه يدفع تاني لفوق. عايزين نعرف منك يا محمد قصتك بقى، انت بتقول قصتك احكي لنا بقى القصه بقى دي. انا قصتي، انا والدتي اصلا هي يعني هي الملهمه بتاعتي. والدتي كانت بطله ربنا مصر، ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، طول العمر. والدتي كانت بطله مصر العاب قوه، وكانت كابتن، كانت كابتن كره يد. اوكي، فانا من وانا صغير وانا بسمع قصصها عن بطولات وكده، كانت صور بقى مع الرئيس جمال عبد الناصر وبتاع ومش عارف ايه، ايام ما كانت لسه حبيت في بقى الحاجات دي. فحبيت، ووالدي كان بطل سباحه، فحبيت الرياضه من هنا. تمام. طيب انا وانا صغير قعدت ادور انا اصلح لاي رياضه، انا اصلح لرياضه كذا او رياضه كذا او رياضه كذا. جربت لغايه حاجات ما وصلت كتير؟ للاخر جربت كذا حاجه لغايه ما وصلت للاخر، هي كمال اجسام. هو انا لاعب كمال اجسام تمام، ما بعملش حاجه ثانيه. اوكي. بدات امارس الرياضه دي من وانا عمري تقريبا حوالي 17 سنه، وتدرجت في البطولات لغايه ما بقيت في المنتخب، وبقيت لاعب منتخب مصر 2004، ولعبت بالفعل بطوله افريقيا، حققت فيها مركز ثاني. وبعدين تدرجت في التدريب لغايه ما وصلت بقيت مدرب منتخب مصر الحمد لله. وبرده لعبت بطولات دوليه ثانيه، بطوله البحرين المفتوحه، بطوله السعوديه، بطوله كذا حاجه يعني. وترشحت كذا مره بطوله عالم، ما حصلليش نصيب ان انا اسافر، لكن سافرت بطوله العالم وانا حكم الحمد لله. وانا رئيس بعثه، وانا ممثل مصر في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي لاربع سنين، ما شاء الله، بتزكيه ودفعه كبيره جدا جدا من الدكتور عادل فهيم، اللي بوجه له كل التحيه، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي، بوجه له كل التحيه طبعا، رئيس الاتحاد الدولي. تمام. ده ثقته الكبيره هي اللي وصلتنا دلوقتي، وصلت مكانه كمال للمكانه اللي هي فيها دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي كله يعني. عارف، حلو يا محمد ان انت بتقولي الكلام ده، عشان في بعض اللاعبين الناشئين او اللي بيلعبوا العاب فرديه كانوا بيشتكوا كتير من حته ان ما فيش اهتمام قوي بالالعاب الفرديه، والاهتمام بيكون بالالعاب الجماعيه بس. حلو ان انت دلوقتي عندنا العاب جديده مستحدثه كتير، الفيزيك والكلاسيك، وكمان دلوقتي مؤخرا الفيتنس تشالنج اللي مروان بقت اول حكم دولي محترفين فيها، واول حكم دولي فيها. عايزين نيجي مرام في الحته دي برضو، اللي هي الفتنس تشالنج دي، فهمها لنا برضو، مش فاهمين دي ايه. هو اتفضلي.
طب خلي محمد كمل كمل يا كمل هنا في عدل في استوديو ايه انت كمل كلامك هتتكلم عن التحكيم لا مش هتكلم عن التحكيم انا هتكلم في نقطه ثانيه ان انا اصلا المفروض انا كنت مكمل في طريقي كبطل يعني لغايه ما حصلت مفارقه غريبه جدا جدا بعمل تشيك على نفسي انا كل ست شهور كده بشوف لازم الرياضي يعمل كده او اي انسان بشكل عام اكتشفت بالصدفه ان انا عندي كليه واحده ايه ده خليت ربنا سبحان الله انا افتكرتك كملت القصه والله ده لسه في احداث هو ده نقطه التحول من مدرب وبطل لحاكم حاكم بس دي مش تعباك في حاجه لا مش تعباك في اي حاجه خالص بس انت 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 كلاعب كلاعب رياضي عايز تحترف لازم تكون اعضائك الداخليه وجسمك وصحتك بشكل عام كامله متكامله لان ده كله بيؤدي في الاخر للشكل النهائي اللي بتظهر بيه تمام هو مفيش ضرر لكن في نفس الوقت مش هتوصل للمرحله اللي انت عايزها مش هتقدر توصل للمرحله اللي انت عايزها الا بصعوبه كامله جدا جدا تمام. وانا يعني مش محتاج الموضوع ان انا اعمل كده الحمد لله انا عملت اللي انا عايزه تمام فخلاص غير قررت تبقى. غير الخطه ولكن لا تغير الهدف يعني زي ما تمام يعني. صح لا وهكذا غيرت قوي. الموضوع بقيت في الكارير اللي هو بتاع التحكيم برضو في لعبتي وفي مجالي ومرام دخلتني في الحته الاعلاميه برضه نفس الكلام مستشار اعلامي الاتحاد المصري والعربي والافريقي نرجع بقى لمرام بقى بطله حلقتنا النهارده وبطله انتي وهي مثال يحتذى به لسيدات كتير قوي اول محكمه دوليه يا جماعه بجد قولي لنا بقى لعبه اللي اسمها ايه الفتنس دي فتنس تشالنج مبدئيا انا اخذتها من خلال طبعا في البدايه انا اخذت كارت تحكيم مصري هنا لكمال الاجسام وده اللي بيؤهلني ان انا اخد بره يعني كارت تحكيم دولي من خلال طبعا مشاركتي لان انا كنت مستشاره اعلاميه للاتحاد المصري والعربي لكمال الاجسام مشاركتي بقى في بطولات العالم كنت بسافر فكان اخر بطوله سافرتها اللي هي في سانتا سوزانا اسبانيا اللي اتلعبت في ديسمبر 2022 اتعمل على هامش البطوله دي كورس للفتنس تشالنج هناك فانضميت ليه والحمد لله اجتازته بنجاح واخدت كارت التحكيم الاخضر في الفتنس تشالنج دي الفتنس تشالنج يعني الصوره اللي على الشاشه دي كانت البطوله بالظبط اللي في مصر في ديسمبر كانت اول بطوله تتلعب هنا في مصر من نوعها في الفتنس تشالنج هي عباره عن ست حركات بتعتمد هي على اللياقه البدنيه واهم حاجه ان هم الست حركات كل حركه في دقيقتين اللاعب بيلعب الحركه في دقيقتين اكتر عدات تكرارات واهم حاجه في العده بتاعته ان هي تكون كامله وصحيحه ومظبوطه وبعد كده بيريح دقيقتين بعد كده بيدخل للحركه اللي بعديها وهكذا في الست حركات فهي والحركات على فكره الحاجه الحلوه فيها ان اي حد من اي لعبه يقدر ان هو يشارك فيها سواء ان هو لاعب كره قدم او لاعب تنس او لاعب اي حاجه اي حاجه او حتى لو بيمارس الرياضه عادي في الجيم كمان يقدروا يلعبوا دي اول مره بطوله دي النقله بالظبط ان هي تبقى تابعة للاتحاد المصري لكمال الاجسام بيشرف عليها يدخل فيها سيدات محمد يقدر كمان يتكلم عن النقطه دي اكتر مني قبل ما نروح لاستاذ محمد انا عايزه اسالك على حاجه إيه؟ برضو دي حركه من الحركات اللي هي معروضه على الشاشه دي حركه من حركات الفيتنس تشالنج اوكي طيب عايزه اسالك سؤال الى اي مدى استاذ محمد دعمك ان انت توصلي للنجاح الكبير اللي احنا شايفينه ده هل لو كان هو ما دعمكيش كنت هتكملي ولا كنت هتستسلمي؟ ولا عمرها كانت هتفكر في الفكره اصلا. هي كتحكيم هو انا هقول لحضرتك حاجه هو الفكره ان الصحفي اللي بيبقى اصلا بيمتهن فكره الاعلام بيبقى عنده مبحث هو وعنده حماس وبحث ودايما بيبحث عن اي معلومه هي دي الفكره ما عندوش سقف خالص. محمد دعمني يعني ممكن يكون فتح الموضوع في دماغي شويه لما هو دخل التحكيم ممكن لو هو ما كانش دخل التحكيم انا ما كنتش هحطه او ممكن في كنت مثلا هتوصلي لنص النجاح ده نقطه بالظبط او عند نقطه معينه وهتقفي خاصه ان هي ما كانش في سيدات يعني ما فيش لاعبات مثلا كمال اجسام في مصر وفي الوطن في تدريب العربي بس. في تدريب بالظبط او تحكيم يدربوا سيدات يدربوا مفيش حته غيره كده يا استاذ محمد ليه هي الصراحه راحه مش يعني قول لنا مش كبيرة كده بالعكس ده هو كبيره عليها مش منها عليها عليها موجوده بس هقول لك حاجه بس هو مشكله لو غار هقول لك حاجه انا بجد لو هو غار ممكن يطربق المكان لا انا غيور جدا
ده امر طبيعي جدا، والراجل لو مش غيور ما يبقاش راجل. بالظبط. تمام. طب بتعمل ايه لما بتغير؟ لا انا بفضل اقوله محمد اهدى المواضيع اهدى بس انا بس انا عندي بس انا عندي حدود. بس هي هتلاقي محمد مش بتديك فرصه لده. انا بقول لحضرتك انا عندي حدود برضو معينه للغيره. تمام. ايه هي؟ عرفها، نحب نعرفها قوي. ايه هي؟ ايه هي؟ عايزه لها حلقه. لكن اختصرها تمام، هي غيره الرجل على زوجته الطبيعيه العاديه اللي هي ما تهدمش البيت وما تغيرش. طالما 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 انت حاطط مفاهيم معينه في بيتك تمام خلاص، وزوجتك فاهماها خلاص، خلص الموضوع. تمام. لكن انت هتغير بقى على على عمال على بطال يعني. طب ما هي هي سيده تعمل. اوكي. تمام. طب ليها ليها زميلها في العمل اسمه زميل. لو تعدى في صفة، لو تعدى بره الزميل، لا ساعتها انا هعمل مشكلة. هتعمل ايه؟ ما اكيد مش هيتعدى، لان هي بتحبها. هو مش هيتعدى، هو مش هيحصل، هو ما حصلش ومش هيحصل. انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، اللي يعرفني انا بعيد عن محمد لازم يكون عارف محمد، لازم بدخل محمد يعني ككلام في اي حاجة. ولا عكس صحيح برضه. ولا من الحب يا محمد. ولا عكس صحيح برضه. اسم جوزك او خطيبك او انسان بتحبيه طول الوقت ده من الحب، ده علامة حب. مرام وما يعرفوا منك انت، مفيش مجال غيرة خالص. عشان انت بتلعبي برضو ما شاء الله عندك عضلات يعني. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هي اصلا ب 100 راجل. اكيد طبعا. تمام. بس ما فيش 600 راجل على فكره. هندخل بقى في نقاش. ما فيش 600 هي. اوكي ما فيش 600 راجل. لا احنا بنقول عندها سؤال 100 راجل. الرجل صفه، انتوا بتصفوا انتوا بتصفوا السيده بالرجل. هي كلمة دارجة. لا هي كلمة دايما يقعد لعلمك فيها تقليل من الست الكلمة دي، خد بالك. انا بتكلم على كده، خد بالك فيها تقليل من الست. بس احنا عشان دي كلمة دارجة. الست على فكرة، على فكرة ما انا عارف بس انا عايز اوضح معلومة. فلازم نتكلم. الست على فكرة تمام لازم حاجة تبقى حاجة حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي، حاجة جميلة. احنا اللي بنقصده عارف يا محمد، اللي بنقصده ان هي تبقى ست مع في بيتها، لكن بره تبقى بسبع رجالة. يعني بيقول يعني تبقى جدعة، تبقى مسؤولة، وواضح على فكرة برضه صفات الست ده. بالظبط. بقول لك ده المقصود فعلا، دي حقيقة. انا مبسوطة جدا من نموذج محمد معانا النهاردة. والله ما شاء الله رائع، ما شاء الله بجد، بيقول كلام جميل جدا في حقك. يا ريت تيجي معانا كل يوم. بس في حاجة، في حاجة عايز اوضحها، في حاجة نقطة عايز اوضحها. تمام. ان الاتحاد الدولي، نرجع بس للحته دي لان هي مهمه. أوكي. الاتحاد الدولي في بطولاته الخارجيه تمام، خارج المصري والعربي والافريقي، في سيدات بالفعل بيكيني فيتنس، فيزيك، كمال اجسام كمان. اوكي. وبيعرضوا. لكن هنا طبعا دكتور عادل فهيم قافل الموضوع ده نهائيا في الاتحادات الثلاثه دولت، لان طبعا ضد قيمنا ومبادئنا الاسلاميه والشرقيه والكلام ده كله. فما ينفعش، لان هم زيهم زي معين، ما ينفعش بيطلعوا يعملوا استعراض بشكل معين. فما ينفعش. طب ما هي دي حاجه كويسه، ما يغيروا ازاي؟ طبعا طبعا. ما هو الفتنس تشالنج بقى هي دي نقطه التغير اللي حصل، نقطه التحول. بس بره بره ما كانش، كان فيه عادي كمال اجسام سيدات وكده، هو ما فيش مشكله خالص. تمام. هم عاداتهم وتقاليدهم بره بتسمح لهم عادي، ما فيش مشاكل. انما هنا الدنيا دي كانت مقفوله خالص. فدي النقطه اللي زمان، نقطه التحول وبدايه السيده، ان السيدات والبنات يبقى لهم مكان في الاتحاد المصري والعربي الافريقي لكمال اجسام، سواء اللاعبين، لان دي بطولات عالم، بطولات عالم يعني، مشاركين بطولات فتنس هيشاركوا في بطولات عالم زيهم زي لاعب. دي نقطة مهمة، زي ما في برضو السباحين دلوقتي بقوا يلبسوا السوتس وفي منهم محجبات وبيعملوا تغطية. بس احنا انت بتعرض جسمك، انت بتعرض عضلاتك. ايوه، لان ده كمال اكثر من 3 معالي. محمد اول حكم مصري يحكم سيدات يعني. ده جميل. دي بقى اللي وانت اول حكم امرأة تحكمي للرجال. بس هو اول يعني كان حتى في ناس تقول لي هو انت مش بتغيري عليه لما يعني حكم سيدات بره مصر، لما احنا كنا بنسافر يعني في اسبانيا وكده، في سيدات بتلعب انت مش بتغيري عليه؟ اقول لهم لا، خاصه ان هم بيبقى ليهم يعني عرض معين مثلا او شو معين بيعملوا، فاقول لهم خلاص ده في مجال شغله، وارد ان اكيد يكون عندي غيره. يا مرام نفس الموضوع، ان هو كمان مش بيديكي فرصه ان انت تغيري، لانه بيحترم وجودك سواء انت موجوده او غايبه. نورتونا يا جماعه بجد، انتم مثل بجد، نورتونا بجد. ميرسي قوي، احنا مبسوطين بجد ان احنا كنا معاكم. فرصه سعيده جدا، ويا رب يكون العلاقه اللي بينكم دي والتواصل الجميل اللي بينكم ده يستمر، ويبقى اكتر واكتر، وتحققوا نجاحات اكتر واكتر ان شاء الله في كل المجالات وفي حياتكم كمان الزوجيه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي.
نشكركم بجد ونورتينا يا مرام ونورتينا يا محمد، وباذن الله هيبقى في حلقات تانية نتكلم عن القصص الكتيره اللي انت عايز تتكلم فيها. ان شاء الله. سعيد جدا بوجودنا معاكم النهارده. بشكركم جدا، بشكركم مشاهدينا، وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا بكره في نفس الميعاد مع برنامجكم انتي. باي باي.